بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بإذن الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما زلنا أيها الأحباب وإياكم مع الحكم لابن عطاء الله، ووصلنا إلى الحكمة 35. فهذه يعني الحكمة ديال 35 يقول فيها الإمام ابن عطاء الله، قال: لأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. فأي علم لعالم يرضى عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. وأنتم لاحظتم أيها الأحباب عن الدرس للباحث الفقه يتكلم عن الظاهر، يعني كيف توضى، كيف تصلي، كيف تدير حد النجاسة، يعني كيف تزكي، كيف تحج، كل هذه حركات خارجية. لكن هذا الدرس يتكلم عن داخل الإنسان، كيف يصلح الإنسان نفسه، كيف يصلح الإنسان قلبه. وهذا هو يعني الطهارة المعنوية اللي مطلوبة من كل إنسان. إحنا ربما يعني اتجهنا كل شيء للطهارة البدنية والطهارة الحسية، ولكن نسينا الطهارة المعنوية. والطهارة يعني الطهارة المعنوية هي خاصة بالقلب، حسد، بغض، كراهية، الحقد، هذه النفس الخبيثة، هذه النفس اللي الله عز وجل سماها وقال: إن النفس لأمارة بالسوء. ولذلك قال الإمام هنا: لأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه. واحد يعني أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. واحد يعني تابع النفس دياله في الهوى ديالها، واحد يعني لا يمكن أن يرضى عن نفسه عن ما يصدر عن نفسه. وتعرفوا أيها الأحباب أن أعظم إله عبد بعد الله هو عبادة النفس. هذا الإله الثاني، الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون هو المعبود بحق، وهو الذي عبد أكثر. لكن المعبود الذي عبده الناس غير الله مش الصنام ولا الوثن، هو النفس. أعظم إله عبد بعد الله في هذا الكون هو النفس. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. اتخذ إلهه هواه، معنى الهوى شنو؟ الهوى هو النفس، ما تميل إليه النفس، اتخذه إله. فعندما اتخذ إلهه هواه، الله يقول: أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، وختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة. تصوروا لما اتخذ يعني الهوى ديالو إله، أضله الله على علم، ولو كان عالما دكتور وكذا، فأضله الله على علم، على العلم الحقيقي الذي يوصل إلى الله. قد يكون الإنسان عنده علم دنيوي، يعني توصل إلى الكشوفات العلمية وتوصل إلى يعني مسائل الدنيا، ولكنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ربما اتخذ إلهه هواه. فعندما اتخذ إلهه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وختم على قلبه وجعل على خجل العلماء ديال الدنيا كل شيء يوضحوا له، لا يمكن شيء أبدا، لأن الله ختم علاش؟ على السمع. فهو يسمع لكن لا يسمع سماع قبول، لأن كاين الفرق بين سماع وسماع. كاين واحد كيسمع سماع قبول، لما يسمع عنده السماع ديال القبول، كلما سمعه يغربله ويأخذ منه الأحسن، هذا سماع قبول. وكاين واحد يشوف
لكنه لا ينظر، ما يشوفش حوايج، يشوف غير الظاهر فقط، لكن واحد ينظر إلى الأشياء باعتبارها وبمآلاتها وينظر الله فيها. ولذلك يقول الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. عندهم قلوب، مش ما عندهمش، عندهم لكن لا يفقهون، يعني لا يفهمون بها. ولهم أعين لا يبصرون بها، يعني كيفاش الإنسان عنده عين وما يشوفش؟ أرى كاين الناس اللي عندهم العين يرون كل شيء، كل حاجة يرون فيها الله، لكن كاين ناس لا يرون شيئا إلا الحسيات. تلاقي الطعام هو يشوف غير الطعام فقط، لكن ما يشوفش المآلات. يشوف الإنسان لا يرى فيه الله عز وجل، لكن كاين بعض الناس يرون كل شيء، كل شيء يرون فيه الله. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. يقول الله عز وجل: أولئك كالأنعام. هذا النوع من الناس، هذا النوع اللي عندهم القلوب ما يفهموش بها، وعندهم العين ما يشوفوش بها، وعندهم الآذان يعني ما يسمعوش بها، هذو بحالهم بحال الأنعام، بحال الحيوانات. ولكن يقول الله: أولئك كالأنعام، لكن يقول: بل هم أضل. شنو بل هذه؟ بل في اللغة العربية للإضراب والانتقال، للإضراب والانتقال. هم بحال الحيوانات، لكن الحيوانات أحسن منهم. لماذا؟ لأن الحيوانات خلقها الله لوظيفة من الوظائف تؤديها، يشربوا اللبن ديالها وندبحوها إلى احتاجنا لها، ونركبوا عليها إلى نديروا ونشتغلوا عليها، ولا تقولوا لا، لأن الله خلقها سبحانه وتعالى، خلقها لهذه الوظيفة، فهي لا يمكن أن تمتنع. لكن الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه في هذا الكون وسخر له كل شيء في الكون، كل شيء في الكون مسخر من للإنسان. طبعا إذا استعمل الإنسان عقله كل حاجة مسخرة له، الشمس والقمر والليل والنهار والكواكب والنجوم والمجرات، مسخرة لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا الإنسان عندما استعمل عقله في هذه المسخرات وصل إلى علوم واكتشافات، ولكن مع الأسف هذا عند غير المسلمين، وما ليوصلوا هذه العلوم، ويعني وكان هذا الكون مسخر لهم لأنهم استعملوا العقل، داروا الأسباب، يعني استعملوا الأسباب. ولذلك من يستغل هذه الطروات في العالم غير المسلمين، لأنهم استعملوا الأسباب، وهذه الأسباب كما قلنا العين والبصر والعقل، فوصلوا إلى هذه العلوم واصبحوا الناس يعيشون في، حتى الاكتشافات العلمية، بترول والغاز والحديد، يعني يكون من الأوروبيين هذو اجتهدوا وخدموا العقل لهم لأن الله أمر بذلك، فوصلوا إلى هاشيف الناس غير المسلمين الآن يعيشون في راحة، لأن هذه الكشوفات كانت تحت رجلين ديالهم يتمشوا عليها وما يعرفوش القيمة ديالها. لكن لماذا؟ لأنهم غيبوا هذه الحواس، السمع والبصر والعقل كل غيبوها. فعندما جاء غير المسلمين وعملوا بالمسببات التي جاءت في القرآن الكريم وصلوا إلى العلم. فشوفوا احنا اليوم البحار ديال الدنيا كلها من يستغلها؟ يعني الأساطين ديال العالم شكون؟ يعني أين دولة إسلامية عندها أسطول يجول البحار ديال العالم ويكتشف؟ مفيش، لأن احنا تركنا الأسباب، وما دام تركنا الأسباب بقينا في المؤخرة، مع أن الله قال لنا قال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلذلك الإمام يقول: لأن تصحب جاهلا. هذا الجاهل لا يرضى عن نفسه، معنى كل ما صدر منه ربما يقول: كودي أنا يعني هذا العمل لا أقبله، لأن الله غير يقبل، لا يقبل ذلك، لا يرضى عن نفسه. قال لك: أحسن ما تصحب واحد العالم يرضى عن نفسه وعطاها، يعني يتابع الهوى دياله في النفس دياله في الهوى ديالها، وغادي مطيع لنفسه
ويعبد نفسه والعياذ بالله، وأعظم إله عبد بعد الله سبحانه وتعالى. فأي علم لعالم لا يرضى عن نفسه، فأي علم لعالم يرضى عن نفسه. واحد يدعي العلم يقول لك أنا عالم، لكن هو تابع النفس دياله، والنفس لما نتبعها لا يمكن أن تأمرنا بالخير، لا تأمر الإنسان إلا بالشر، إن النفس لأمارة بالسوء. هذا العالم الذي يرضى عن نفسه أي علم عنده، حتى لو كان عنده المجرة وصل القمر أي ما فيش، لماذا؟ لأنه تابع لنفسه. وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه، واحد ينسب أنه جاهل لا يعرف شيء لكنه ملتزم، يبحث عن الحلال ويبحث عن الحرام ويعرف طريق الله وأوامر الله ويعرف فين يحط الرجل ديالو ويعرف الشيء اللي يديرو، اللي يعملوه اللي ما يعملوش، الشيء اللي يعملوه هو اللي يرضى عليه الله واللي ما يعملوش لا يرضى عنه الله. هذا كيف نقول بأنه جاهل؟ لا يمكن، لأن هذا الإنسان اللي وصل لها الدرجة حتى يصبح كل حركاته وسكناته متبع فيها أمر الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نقول إنه جاهل. وكيف نقول بأن هذا الإنسان عالم وهو منغمس في المعاصي والمحرمات؟ لا يمكن أن نقول عالم حتى لو أنه حفظ القرآن وحفظ السنة كتب الست وحفظ علوم المسلمين كلها، كل حاجة يقول لك دليل قال الله، لكنه يرضى عن نفسه. إذن أول عمل هو أن يكون جهاد النفس، كيف نربي أنفسنا. ثم يقول الإمام رحمه الله: شعاع البصيرة يشهدك قربه منك، وعين البصيرة تشهدك عدمك لوجوده، وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك، كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه سبحانه وتعالى. لأن بعض الأحيان الإنسان عنده العين ما تشوفش، ولكن عنده القلب حي، وفي بعض الأحيان العين ديال الإنسان يعني ترى لكن القلب ديالو أعمى. وشكون اللي صعيب، واش العمى ديال البصيرة ولا ديال البصر؟ لأن هذه كتسمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار، والأبصار يعني جمع بصيرة، لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه يعني الرؤية ديال البصيرة ديال القلب هو أعظم. وكم من علماء يعني كانوا ما يشوفوش لكن أعطاهم الله عز وجل نور البصيرة، يروا ينظرون بنور البصيرة. فالبصيرة يعني الإمام رحمه الله قال هو النظر، نظر ذي القلب، كما أن البصر هو نظر القالب، قالب هو الذات، يعني لما تشوف إنسان طويل قصير إلى آخره، هذا النظر ديال القلب. فالبصيرة ترى المعاني اللطيفة النورانية، والبصر يرى المحسوسات، اللون الأشكال الطول القصر. فهي تنقسم على خمسة أقسام: قسم من هذا النور أو من هذه البصيرة هذه فساد ناظرها، فعاميت وأنكرت نور الحق، يعني أخاك تشوف يعني ما تشوفش أبدا الحق ولا ترى إلا الباطل. ولذلك قال الإمام البصير رحمه الله: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمض، وينكر الفم طعم الماء من سقم. قالك يعني الإمام البصيري قالك يعني العين ربما تنكر ضوء الشمس، ولكن من ماذا؟ من رمض. إلى الإنسان تصب ذاك المرض ديال الرمض، والإنسان إذا كان مريض بالزكام ولا كان مريض داخلي لما تعطيه الماء معناه لا يجد له ذوقا حتى الطعم دياله، اللسان يصبح ما عندوش ذوق للطعام لأنه مريض. هذه البصيرة اللي تصبح تنكر الحق
ووجود الحق في هذا الكون هي بصيرة الكفار، حتى لو ساروا في الدنيا كلها وتجولوا في القارات. قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا، لماذا لم يسيروا في الأرض فتكون لهم هذه القلوب يعقلون؟ هذه يعني القلوب للكفار، حتى لو رأوا الحق فهم يزيدون كفرا وضلالا، لو اكتشفوا العلم لزادوا ضلالا وقالوا من أشد منا قوة. يعني اكتشافات كلها العلمية يمكن اليوم في عصرنا يعني غير المسلمين هم اللي وصلوا لها، لكن هل زادهم هذا الاكتشاف قربا من الله؟ إنما زادهم هذا الاكتشاف بعدا من الله واعتمادا على النفس وإنكارا للحق، وقالوا بأن من أشد منا قوة، احنا نتحكم في العالم. وقسم يعني من الناس اللي عندهم هذه البصيرة، يعني قسم صح ناظره لكنها مسدودة لضعف الناظر، أنا يشوف ولكن البصر ديالو قليل لأن الإنسان مريض، فهي تقر بالنور لكنها لا تقوى على مشاهدته، معنى كاين النور لكن ما يمكنش تشوف النور كاملة، يعني نورك يعني ما يمكن تشوف هذا العين وهذا البصيرة النور كامل، ولا يمكن أن تشهد قربه منها ولا بعده عنها، وهذه لعامة المسلمين. وقسم يعني صح ناظرها وقوي شيئا حتى قرب أن يفتح عن عينيه لكن لشدة الشعاع يعني ما يقدرش يشوف، كثرت الضوء بزاف ما يقدرش يشوف ذاك النور، وهذه لعامة المتوجهين. وقسم قوي ناظرها ففتح عيني بصيرته فأدرك النور محيطا به حتى غاب عن نفسه، يعني لما شاف النور يعني غاب عن نفسه وأصبح هذا الإنسان لا يرى نفسه، لا يرى إلا النور. وشو هو هذا النور؟ هو الله سبحانه وتعالى. فعندما رأى النور فقط ما بقاش كيشوف نفسه، ما بقاش كيشوف الآخرين، وإنما يشوف نور الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ولذلك قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وقال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فطبعا لأن العلماء يقولوا عن البصيرة أن البصيرة لما صحت وقويت انفتحت وسموه عين البصيرة أو حق البصيرة، كما أن البصيرة لما أدركت من يعني الحق من أصله غابت عن نور الفروع بنور الأصل، وهذه ولذلك سميت حق البصيرة. فشعاء البصيرة أي نور الله عز وجل يعني يقربك من قرب الحق، ولا يمكن أن ترى إلا الحق، حتى لو يدير الضلال ولا المنكر لا تستطيع، لأنه لا يمكن أن ترى إلا الحق. والإمام رحمه الله يشرح لنا بالتفسير هذا في عين البصيرة أو حق البصيرة، وهذا البصر الذي أعطاه الله عز وجل للإنسان فلا يمكن أن يرى به إلا الله في هذا الكون، حتى لو كان الناس أمامك لا ترى فيهم إلا الله، ترى الإنسان يتكلم ترى فيه الله، من الذي كلمه؟ من الذي جعل فيه القوة؟ من الذي أمشاه؟ من الذي حركه؟ من الذي جعله في هذه الحركة؟ الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإمام رحمه الله ينقلنا إلى باب آخر من أبواب حكمه، قال: لا تتعدى نية همتك إلى غيرك، فالكريم لا تتخطاه الآمال. الهمة، العلماء رحمه الله كيشرحوا لنا الهمة، قالوا الهمة ديالك ما تجوزك الحاجة أخرى، لأن عندما تتخطى يعني تتعدى الهمة ديالك إلى الآخرين
فالهمة هي القوة المنبعثة في طلب المقاصد والأمال. فلذلك إذا تخطت أو تعدت همتك إلى غيرك لأنها تعلقت بشيء سوى الله، ولأنه سبحانه وتعالى كريم على الدوام، ونعمه سبحانه وتعالى على مر الليالي والأيام، والكريم لا تتخطاه الأمال، وهو سبحانه وتعالى يحب أن يسأل فيجيب عن السؤال. وقد قالوا في تفسير قوله سبحانه وتعالى الكريم، قالوا الكريم هو إذا سئل أعطى ولا يبالي كم أعطى. الكريم من أسماء الله الحسنى، قالوا معناه هو أنه إذا سئل أعطى، وعندما يعطي فهو لا يسأل كم أعطى ولا لمن أعطى، يعطي ولا لمن احتل، الكافر والمسلم والمشرك والملحد يعطيه، يقول شهادة مسلم، يقول لا إله إلا الله، يذكرني يعبدني أعطيه، والكافر لا أعطيه، فهو يعطي كل واحد، كل واحد يعطيه، الكافر الذي الملحد الذي لا يؤمن به يعطيه الصحة والمال والقوة ويعطيه كل شيء، والمسلم الموحد كذلك يعطيه، لأنه كريم، لأنه سبحانه وتعالى لا يأخذنا بذنوبنا، ولو كان يأخذنا بذنوبنا لما بقي على وجه الأرض أحد، حتى واحد ما يبقى على وجه الأرض، لأن كل واحد درد ينتقم منه في الحين ويموت. ولكن ربنا رحيم كريم، حتى لو أحصوا الناس كلهم في الأرض كلهم عبدوا غير الله، الله يعطيهم. يقول الله عز وجل ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها على ظهر الأرض من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى. الله يوخرهم إلى أجل مسمى عنده سبحانه وتعالى. وإذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى الكريم، إذا أعطى الكريم إذا سئل أعطى، لكن لا يبالي سبحانه وتعالى كم أعطى ولا لمن أعطى، ولكن إذا رفعت حاجتك إلى غير الله الله لا يرضى. لما تخلي الله وتطلب فلان ولا فلانة ولا تمس بفلان ولا تجي إلى فلان وهو مثلك فالله لا يرضى. وإذا جفا عفا سبحانه وتعالى، وإذا علمت كرم الله سبحانه وتعالى في هذا الكون والكرم ديالو كثير عليك من صحة ومن نعمة ومن مال ومن أولاد، فأنت تعصيه وتعبد غيره ومع ذلك يعطيك يكرمك، تعبد غيره فهو يعطيك. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عندما يحط الطعام باش يأكل يعني دائما أنه يبحث عن ضيف باش يأكل معه الطعام. ذات يوم والوقت ذاك الزمان الأرض كانت فارغة من الناس، شي بحال اليوم دول ومدن، واحد اليوم سيدنا إبراهيم مشى يعني حتى يقولوا أنه يمشي 12 كيلو في الأرض باش يقلب على واحد باش يجيبوا يأكل معه. ذات يوم وجد إنسان قال يتفضل، فعندما جاء هذا الرجل مشي يأكل الطعام مع سيدنا إبراهيم سأله سيدنا إبراهيم، قال له اسمك؟ قال فلان. ما دينك؟ شنو الديانة ديالك؟ قال ديني أنا أعبد الكواكب، أعبد النجوم، أنا أعبدش الله. قال إذن أنت ما تعبدش الله فلا يمكن أن تأكل طعامي، لأن طعامي هذا لا يأكله إلا الموحدون الذين يعبدون الله، وأنت غير موحد، فيعني منعه من أن يأكل الطعام. فأنزل الله عز وجل الوحي على إبراهيم سيدنا إبراهيم، قال له يا إبراهيم هذا الرجل اللي جبش يأكل معك الطعام وأنت تريد أن تطعمه يعني بوجبة واحدة، العمر ديالو شحال؟ 80 عام، 80 سنة، وأنا الذي خلقته ورزقته يعبد غيري ومع ذلك أطعمه وأرزقه، وانت جا عندك واحد نطلب منك ضيف الله يعني جبش يأكل الطعام عندك،
يعني منعته من كل شيء. تصور أيها الأحباب، ربنا كريم، الله يعطي للعصاة والمذنبين والكفار والملحدين والذين يحاربونه في الأرض، يعطيهم بدون أن يمنعهم. سيدنا إبراهيم منزل عليه الوحي، بدك شك يقلب على ذلك الإنسان في الصحراء حتى وصل إليه، ولما وصل عنده قال له يا فلان تعال كل طعامي واعبد ما شئت، غير جي كل طعام ديالي وتبرسك يا سيدي في العقيدة ذلك عبد اللي حبيت. قال كيف؟ قال لأن الله عز وجل أنزل علي وحيا فيك، الله أنزل علي الوحي عليك على الأجل ذلك، لأن الله يقول أنا الذي خلقته وهو يعبد غيري ومع ذلك أرزقه. كيف يعني؟ أن يعني لو كنت أنتقم منه لانتقمت مدة 80 عام. فقال آه الله أنزل في وحيا، هذا الرجل قال واش الله نزل في وحي؟ قال نعم. قال إذن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك خليل الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك خليل الله. احنا اليوم يعني المشكلة لنا اليوم أصبحت الكراهية فيما بيننا وبين الآخرين، حتى الكفار أصبحنا نكرههم لأجل دينهم، وهذا ليس من صميم الإسلام. الله سبحانه وتعالى خلق الناس وجعلهم أقسام، كاين ملحدين كاين مشركين كاين كفار كاين يهود كاين نصارى كاين مسلمين، فهذه الأقسام كلها الله هو الذي خلقها، ومع ذلك بعض الناس بعض الأقسام هذه تعبد غير الله وتعصيه وهي ملحدة، ومع ذلك خلقها الله عز وجل. فكان بعض الناس يريدون أن يجعل كل شيء هذا الناس مسلمين، وإذا ما كانش مسلم في الصف ديالك تكرهه، هذا فيه مخالفة حتى للقرآن بذاته، حتى النص القرآني. قال الله لسيدنا محمد يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين وش والمنافقين. فالمفهوم ديال الآية المنطوق ديالها أنك تعيش معه لكن لا تطعهم فيما يعملون، ما تديرش بحالهم ولكن ما تكرههمش، خليه على الحالة ديالهم، يمكن تدعيه يمكن تبين له الطريق يمكن تشرح له الإسلام ولكن لا ما حبش. الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلذلك الإمام رحمه الله قال لا ترفعن إلى غيرك حاجة، عندك واحد حاجة من الحوائج الداخلية، مرض شفاء علاج أي شيء عندك ترفعها إلى إنسان مثلك وتنصلى الله، مش عند فلان قول يا فلان قضي حاجتي وعمل لي حاجتي ودر لي حاجتي وتنصلى الله. يجب عليك أن تتوجه إلى الله. لماذا؟ يقول الإمام الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي لك الحوائج، لا ترفعن إلى غيرك حاجة فهو موردها عليك، الله موردها عليك، الله هو الذي يعطيها عليك يعطيها لك، الصحة الذي أعطاها لك هو الله، الغنى الذي أعطاه لك هو الله، عن القوة الذي أعطاها لك هو الله، والمقابل كذلك سواء كان كفرا أو إلحادا أو شركا، فالذي يعني منع عنك هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، لأن ما سوى الحق هو خيال. فإذا أنزل الله بك حاجة سواء هذه الحاجة فقر أو شدة أو غير ذلك من العوارض فانزلها بالله، هذه الحاجة هذه نزلها بالله سبحانه وتعالى، تسر بها لله واجعلها تحت مشيئة الله. وفي بعض الأحيان غيب عنها في ذكر الله، لما قدرش تقضيها يعني توجه إلى الله عز وجل بالذكر وبالاستغفار. ولا تلتفت إلى ما سوى الله عز وجل، لا تعلقا ولا تملقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه، واحد عنده حاجة ما يسألش الله يغضب عليه الله سبحانه وتعالى.
ومن علامة المعرفة يقول العلماء أن لا تسأل حوائجك أو حوائجك كلها إلا من الله، سواء كانت هذه الحوائج قلت أو جلت، يعني صغيرة ولا كبيرة، اطلبها من الله. موسى عليه الصلاة والسلام اشتاق إلى رؤية ربه، هذه حاجة كبيرة، قال ربي أريني أنظر إليك، اطلبها من الله، ربي أريني أنظر إليك. واحتاج يوما إلى رغيف فقال موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رغيف طلبه من الله، رؤية الله طلبها من الله، الحوائج كلها سواء قلت أو جلت، يعني صغيرة ولا كبيرة، اطلبها من الله. وكان بعض الناس يرفعون حوائجهم من لغير الله، الله موجود معه وهو يطلب غير الله. مثلا يمشي الإنسان عند القبر ويقول يا سيدي فلان أعطني ضوء ولادي، ولا رزقني الأولاد، ولا أعطني الصحة، ولا أعطني كذا، ولا أغنيني، وهو يطلب من ماذا؟ من غيره، وهذا الغير ميت، هل يمكن أن يقبل عقل الإنسان ذلك؟ هل يمكن أن يقوم الميت الذي هو تحت التراب ينوض الكون ويقضي حاجة الناس؟ أبدا. احنا اليوم نرفع حوائجنا لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. قال الإمام رحمه الله فكيف يرفع إلى غيره ما كان هو له وضعا؟ من قلة حياء الإنسان، يعني نقول احنا بالدارجة اللي ما يحشمش، يرفع الحاجة دياله إلى غير الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الذي أنزل به هذه الحاجة، أنزل بك الحاجة فيجب عليك أن ترفعها لله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي ترفع حاجتك له وهو لا يستطيع أن يردها عن نفسه، من لم يستطع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا؟ واحد ما يقدرش يرفع المشاكل عن نفسه، كيف يرفعها عن الآخرين؟ واحد عايش في المشاكل، كيف أنت تمشي عنده باش يقدر لك المشاكل ديالك، يحل لك المشاكل ديالك؟ أبدا. ضعف الطالب والمطلوب. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان عنده صنم يعبده في بيته قبل أن يكون مسلما، كان عنده صنم دار دياله، وهذا الصنم كل يوم يركع له ويسجد قبل أن يكون مسلم. واحد اليوم يعني قام أبو ذر رضي الله عنه فوجد الصنم هذا، جاء واحد الثعلب ويبول عليه، بال عليه الثعلب وهذا إله، فهو لما جاء وجد البول يعني فوق الإله دياله، واش قال؟ قال أرب يبول الثعلبان عليه، واش هذا هو الرب اللي انا نعبده؟ يبول الثعلبان عليه، فلقد ضل من بالت عليه التعاليم، فلا خير في رب لا يحمي نفسه. هذا الرب اللي ما يحميش نفسه لا خير فيه، لو كان ربا لمنع الكلاب والتعاليم ان تبول عليه، لكنه ليس ربا، الرب هذا يعني لا يستحق ان يعبد، يعني كسره وصار يعني يبحث عن عبادة الله، عن الله اللي هو موجود، اللي هو عن القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. احنا اليوم يعني الحوائج ديالنا يعني نرفعها الى مثلنا، الناس عندهم مشاكل حتى لو تمشي عند طبيب تعالج، والطبيب طبيب هذه مهنته، فلا تعتقد بان الطبيب هو الذي شفاك، ابدا، الذي يشفي هو الله، إنما الطبيب هو سبب وهو وسيلة، يعمل الأشياء المسببات، الشافي هو الله. عندما الناس يقربوا لك الطعام وتأكل وتشبع، عندك تقول بأن الطعام هو الذي أشبعني، الله هو الذي جعل القوة في ذلك الطعام حتى أشبعت. وحتى العلماء الأطباء يشرحوا لنا الإنسان معنى كيف الله سبحانه وتعالى خلق في المخ دياله يعني العروق، وخلق فيه إشارات لأن المعدة
الاستومه لما تشبع كتعطي اشاره يعني المخ كيعطي اشاره هذا يقول لي احبس. تصور لو الله سبحانه وتعالى زور هذه الاشارات من الانسان يصبح ياكل الانسان بدون ما عندوش ولا ينعس بدون ان يقوم ولا ياكل بدون ان يشبع ولا يتكلم بدون ان يحبس ولا يعني يفكر بدون وهكذا. فالله خلق في الانسان كل شيء بقدر كل حاجه مقدره. هذا مشكل. نعم إيه نعم يمكن السؤال نخليه من بعد قبل الأذان. نعم هذا السؤال خور هذا خليه قبل الأذان إن شاء الله. ونعم يعني مدام سؤال فقهي خليه قبل الأذان إن شاء الله. إذا هذا الإنسان اللي ما يقدرش يدفع الحوائج عن نفسه كيف يدفع عن الآخرين؟ كيف شيء يعني اللي ما يقضيش يعني ما يدفعش الحوائج عن نفسه كيف يقضيها للآخرين؟ لا يمكن شيء أبدا. وهذا هو الاعتقاد، هذا هو الاعتقاد الصحيح، أنه لا يمكن أن تسأل غيرك وإنما تسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ونعرف أيها الأحباب أن الإنسان إنما يقضي يريد أن يقضي حاجته، وربما كيمشي عند ولي ولو عن إنسان ميت وكيحيد ثقة في الله، كيمشي عند واحد مخلوق بحاله وكيقول لي يا فلان دير لي ولا عمل لي. فهنا الشيطان هذه المهمة دياله. الشيطان يقف عند رأس الميت أو عند القبر، فكلما قالت المرأة يا فلان شفني، أو كلما قال فلان يا فلان أعطني، فيعطيه ذلك الشيطان وعنده قوة أنه يقضي الحاجات للناس. وعندما يقضي الحاجات للناس فالناس ماذا يقولون؟ يقولون كل ما شي سيدي فلان ما بغيتش، كل ما شي الطبيب ما نتعالش، كل ما شي الدواء ما نبراش، كل ما شي الزيارة ديال فلان ما نديرش. ففي هذه الحالات عندما تنسى الله وتحيد الثقة ديالك في الله وتحيد الاعتماد على الله وترفع الحاجة ديالك إلى غير الله، فالشيطان يقضي حاجتك. وعندما يقضي حاجتك هنا عقيدة الإنسان صافي ذهبت. والشيطان عرف بأن الله عز وجل قال في حقه، قال اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما عدهم الشيطان إلا غرورا. ولكن يقول الله إن عبادي ليس لك عليهم. الله كان واحد النوع ديال الناس ضافهم النفس قال عبادي، كاين شي ناس اللي ما تقدش عليهم يا ابليس، لأن ما يمكنش يخليوني ويجيو عندك انت، ما يمكنش يعني يخليو الحوائج ديالهم يطلبوها مني ويمشيو عند الناس اخرين ابدا. هذوك العباد ديالي يا ابليس ما تقدش عليهم، عندهم عقيده صحيحه وايمان قوي بالله سبحانه وتعالى. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما تقدرش عليهم. فلذلك يقول العلماء رحمه الله من اعتمد على غير الله فهو في غرور. اللي اعتمد على غير الله هو بغرور، لأن الغرور ما لا يدوم ولا يدوم شيء سواه، وهو الدائم القديم الذي لم يزل ولا يزال وعطاؤه وفضله دائمان. فلا تعتمد إلا على من يدوم لك من العطاء والفضل. عندما تعتمد على مخلوق واحد النهار يعني كنشوفوا شحال ديال الناس ملوك ورؤساء، وكان واحد عادة ديال الناس عايشين بالجانب ديالهم، بمجرد ما داك الشخص دوك الناس كلهم تفرقوا ما بقاش عندهم، لأن المدد ما بقاش. هذاك اللي كانوا معتمدين عليه غير الله ذهب. فيجب علينا أن نعتمد على الله، لأن الله عز وجل هو الدائم، أما غيره فهو فاني كيفما كان نوعه، هو حي لا يموت سبحانه وتعالى. كذلك الاعتماد على الله عز وجل ورفع الحوائج إليه والرجوع إلى الله عز وجل في كل النوازل، السبب ديالو شنو هو؟ حسن الظن. لما يكون الإنسان عنده حسن الظن بالله، ما لما يكونش الإنسان عنده حسن الظن يعني عدم الظن بالله عز وجل فدائما متخوف،
قال لو دي غير فلان يدير لا، اطلب الله سبحانه وتعالى وحده فقط. ولذلك قالوا من اعتمد على الناس، من اعتمد على الناس مل، أنا واحد إنسان يعتمد على الناس قال كي مل، أنا واحد يوم كله أكدق على واحد يقول له بدي أعطيني شوية نأكل كل يوم غداء، وبعد غداء ثلاثة أيام الرابع الرابع يقول لك أنت يا أخي بدل الباب، شوف شو واحد خلاص أنت كل يوم كل يوم جاي عندي ها بدل، حتى الناس يملوا غير من الدقان ديالك. ومن اعتمد على ماله قل، واحد يقول لك ودي انا عندي الفلوس ولا بس عليا والكونت مزيان وعندي لاباي ديالي، هذا قليل. شحال ديال الناس كانوا اغنياء وجات جوارح وكوارث وزلازل وحروب، احنا شفنا دول يعني رؤساء ووزراء وكل يعني جات حروب فتن، كان عنده قصر اصبح يعيش هرب ما عندوش فين يسكن، ها اصبحوا فقراء اصبح فقيرا اما بالكوارث ولا المصائب ولا بالزلازل ولا بالنار ولا بالفتن وهكذا. يعني اعتمد علاش؟ لأنه ما اعتمدش على الله، اعتمد على ماله، هذا الحساب ديالو عندي. ومن اعتمد على علمه زل، أنا أعلم الناس ولا أحد أعلم مني، عقلي ما كاين شي واحد أكثر منه، هذا زل ضال والعياذ بالله. ومن اعتمد على يعني جاهه قال أنا عندي معروف وأنا عندي شخصية دل، هذا مدلول. ولكن من اعتمد على الله، هذا هو الاعتماد الحقيقي، من اعتمد على الله فلا قل ما يكونش قليل، يكونش قليل لأن العطاء ديالو كثير، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. من اعتمد على الله فلا قل ولا مل ولا دل ولا زل. اللي يعتمد على الله عز وجل ما يكونش قليل بالمال ديالو وما يكونش دليل، لأن عندك ركن قوي. ومن اعتمد على الناس ومن اعتمد على الله فلا مل، كل يوم الناس كيقولوا يا رب ولا لا، صلوات سجود ليل نهار في الحج في رمضان العالم كله كيطلب يا رب، فقالش الله عز وجل راني مليت من هاد الناس اللي كيدعوا، يعطيهم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد زين فسألوني جميعا، سألوني يعني بالجن وبالإنس قاموا في صعيد واحد سألوني فأعطيت كل واحد مسألته، كل واحد عنده حاجة، فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وحنا اليوم يعني عندنا غير وليدات ديالنا بعض الأحيان، واحد بغى الباسكيت، واحد بغى البارابول، واحد بغى هذه، صدعتوني أنت ضرب الحساب ديالك، يعني ذاك الشيء قليل اللي عندك قليل، غير ولادك عياو في الدار طلبات، لكن ربنا سبحانه وتعالى العالم كله يطلب، يا واحد يعطيه الصحة، واحد يعطيه المال، واحد عنده كذا، واحد عنده مشكل، واحد فيعطي سبحانه وتعالى كل واحد مسألته لا ينقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط البراء، لما يمشي الإنسان في الجناب ديال البحر ويدخل البراء ويهز ديك البراء هذيك، واش البحر غادي يخوى؟ ما يخواش أبدا، خزائن الله لا تنفد. اليوم الدول العظمى كنشوفوها دارت فيت وأصبحت عندها ديون، والدول اللي كانت بأن قالت بأن احنا ما كاينش واحد اللي أغنى منا في المال وفي القوة بكل، أصبحت دير التقشف لأنه ما بقاش عندها أبناك دارت فيت، لكن ما سمعناش بأن الشيء اللي عند الله عز وجل يحبس، المطر ينزل والخير ينزل والنبات يخرج من الأرض، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به يعني حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أهلاه مع الله، لا إله إلا الله، أهلاه مع الله لا إله إلا الله، الله يعطي كل شيء، خزائن ديالو كثيرة، خحنا نعصيه ونعبده غيره وكذا الله يعطينا. فلذلك الحوائج ديالنا يجب أن نربطها بالله، بالله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الله ورفع الحوائج إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هو يجعلك أن تحسن الظن بالله. إن لم تحسن
ظنك به لأجل وصفه، حسن ظنك به لأجل معاملته معك، فهل عودك الله إلا حسنا أو حسنا؟ وهل أسدى إليك الله عز وجل إلا مننا؟ فالناس طبعا في حسن الظن ينقسمون إلى قسمين، خواص وعوام. الخواص فحسن ظنهم، يعني الخواص المقصودين هم العلماء وناس ربانيين، يعني وصلوا من الناس اللي حيدوا كل شيء، الأخلاق ديال الشيطان الشياطين والأخلاق ديال الجن والأخلاق ديال يعني الدنيا والشهوات، وترفعوا واحد ما كان عظيمة جدا، هذو كيسميهم العلماء واحد المصطلح خواص، لأن هذو خلاص كل شيء العوالق حيدوا منها. هؤلاء الخواص حسن ظنهم بالله عز وجل ناشئ عن شهود جماله ورؤية كماله، فحسن ظنهم بالله لا ينقطع، سواء واجههم الله عز وجل بجماله أو بجلاله، لأن الله عز وجل عنده صفة الجلال وعنده صفة الجمال. صفة الجلال الرحيم الغفور الودود، الجلال القهار. ها؟ سواء هذه الصفات وصف يعني الله سبحانه وتعالى واجههم بجماله أو واجههم بجلاله، لأن اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة والرأفة والكرم والجود لا ينقطع عن الإنسان. فإذا تجلى لهم الله عز وجل بجلاله بصفات الجلال يعني كالقهر، كان الإنسان يعني أصبح ضيق عليه طعام الشراب العماس وحد الشقلين، عالم ما في طي ذلك من تمام نعمته، كل حاجة عنه فيها نعمة، حتى لو ضيق عليك الله يعني نقص عليك شوية من المال وأصبحت الحياة، أو في المرض ولو أصبت بمرض أو مشكل من المشاكل للحياة، يجب عليك أن تعرف أن تعرف بأن في ذلك نعمة من الله، فلا يمكن أن يبتعدوا عن الله عز وجل. هذا الخواص سواء كان خيرا أو كان شرا دائما مع الله لا ينقطع عن حسن ظنهم بالله. ما يمكنش يقول لك ودي أنا أعبد الله عز وجل، علاش؟ لأن الله أعطاني، ولكن لما زول لي علاش نعبده؟ هذا يعني الصفة الثانية أيها الأحباب. وإنما المؤمنين الخواص عندهم حسن الظن بالله في حالة الضراء وفي حالة السراء. الرسول يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، الأمر ديال المؤمن كله له خير، إن أصابته ضراء حمد الله فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء حمد الله فشكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أما العوام عامة الناس فحسن ظنهم بالله ناشئ عن شهود إحسانه، يعني لما يكون الخير المدد من الله تراهم عندهم حسن الظن بالله وعندهم حسن المعاملة، فإذا نزلت بهم شدة قهرية نظروا إلى سالف إحسانه، نظروا الشيء اللي كانوا فيه من الخير وحسن ما أسدى إليهم من حسن لطفه وامتنانه، فقاسوا ما يأتي على ما مضى، الشيء اللي هو جاي من القهر ومن الشدة ومن المشاكل على الشيء اللي كانوا فيه من النعمة، وحقروا الشيء اللي فيه الآن الشيء اللي كانوا فيه. الله يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه أش يقول؟ فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه أش يقول؟ يقول ربي أهانن، ربي احقرني. علاش ما يوقعش الشيء هذا يوقع لفلان، وعلاش ما يدارش لفلان وغيرنا فقط اللي كي، فيقول ربي أهانني، يقول الله عز وجل كلا أبدا، فكل حاجة جات مني لك فيها خير، ولكن إذا كنت كان عندك الظن حسن، لأن في بعض الأحيان أيها الأحباب في المحنة يعني يكون في طيها منحة،
محنة، الله أعطاك واحد محنة في الدنيا هذه، ولكن في طيها منحة، واحد العطية أعطاها لك الله عز وجل ما حسيتش بها. لكن إحنا عن النظارات وعن البصر كنشوف غير المصائب، ما نشوفوش وراء هذه المصائب شنو. فلذلك حسن ظنك بالله عز وجل يجعلك أنك كل شيء جاء منه ترضى به، لا يمكن أن تغضب ولا يمكن أن تسخط ولا يمكن أن تولول حتى في حالة الموت. ولذلك علمنا الإسلام حتى في الموت، لما تفقد واحد الإنسان قل إنا لله وإنا إليه، ما يعني تسب ولا تشتم ولا تعير، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن يعني إحنا مادام إحنا ضعاف، وبعض الأحيان سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وعدم ثقة في الله سبحانه وتعالى، نقول لما علاش يا ربي، علاش درت ليا، علاش عملت ليا، علاش ما تديرش الفلان. الله حبك وأعطاك هذه الشهادة، ولو بغى لك الإنسان خور غادي يعطيه لك شيء. ولكن بعض الناس يحبهم الله فيعطيهم الله عز وجل مرضا، علاش يعطيك المرض؟ لأنه يحب منك أن ترفع يديك إليه فيسمع كلامك تقول يا رب اشفني ويا رب اعطني. يسمع الله يفرح منك عندما ترفع يديك إلى الله، ولكن قبل أن ترفع يديك يعطيك شيئا في حياتك. مش يكونش الناس كيعطيهم. أما العوام أيها الأحباب فهم لا يعبدون الله عز وجل إلا على الشيء الذي أعطاهم جميلا، فيكون العلاقة بينهم مع الله حسنة. ولذلك قال ربنا ومن الناس من يعبد الله على حرف. من الناس مش كلش الناس، من الناس كاين شي ناس، لأن من الطبعين من بعض الناس من يعبد الله، يعبدون الله علاش؟ على حرف. شنو الحرف؟ يعني على جهة، يعبدونه على جهة. كما الناس سولوا علاش تعبد الله؟ قال لك ودي الله أعطاني الصحة وأعطاني البصر وأعطاني كذا. يا ولا حيد هذه الصحة والبصر هات تعبدوا مازال؟ ها؟ كاين واحد الناس يقول لي علاش تعبد الله عز وجل؟ قال لك لأن أعطاني المال أنا خدام وكل شيء لاباس. ولا حيد هذا الشيء هذا غادي تحيد العبادة ذاك. فهنا القرآن الكريم يبين قال كاين بعض الناس يعبدون الله عز وجل على حرف، على جهتي. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وإحنا علاش نعبد الله؟ إلى سوء جاء واحد صحفي جورناليست قال لك علاش تعبد الله؟ تقول لي يا أخي ها؟ لأنه يستحق العبادة، أعبده لأنه يستحق أن يعبد في هذا الكون، لا لأجل الصحة ولا لأجل المرض ولا لأجل المال ولا لأجل شيء، لأنه يستحق أن يعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله لماذا؟ يعبد. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. علمنا الإسلام هذا الجانب أننا نعبده رحمك الله، نعبده لماذا؟ لأنه يستحق أن يعبد في الكون، لا معبود بحق إلا الله، سواء أعطاني ولا ما أعطانيش. مش نعبده علاش؟ لأنه أعطاني الصحة. إذا كانت العبادة في مقابل الصحة يحاسبك الله، يقول الله لك عندما تقول يا ربي أعبدك فقط لأنك أعطيتني صحة، ولا أدخل الجنة يا ربي بسبب العمل ديالي لأنني عملت، يحاسبك الله. ومن حاسبه الله يعني صعب جدا باش يخرج من الحساب دياله. فلذلك الإنسان مطلوب منه أن يذكر آلاء الله عليه، أي نعم الله عليه. وعندما يذكر الإنسان نعم الله عليه فيجب عليه أن يشكر الله، لأن الشيء اللي أعطانا الله كثير لا يعد ولا يحصى. في مقابل عبادتك لله قليل، حتى عبادة اللي إحنا نعبد الله عز وجل لا يجب أن يفتخر بها الإنسان، وإنما يقول
الإنسان لله عز وجل: يا ربي ما عبدناك حقا حق عبادتك. حتى لو صليت عندك تقول الصلاة ديالي راه كلها ديريكت وخلاص أنا وصلت في القمة، فتقول يا ربي أنا عبدتك سبحانك يا رب عبدناك حق ما عبدناك حق عبادتك، أو تقول لا أحصي ثناء عليك، يعني لا يمكن أن أشكرك الشيء اللي تعطيتني يا رب، ولو شكرتك طول الحياة ديالي ما لا يمكن أن أصل إلى مقابل اللي أعطيتني، فنعمك كثيرة يا رب لا تعد ولا تحصى. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله على الإنسان إلا بغيت تحصوها يعني ما تقدش. جيبوا العلماء كلهم ديال الماتيماتيك اللي كيحسبوا واللي يجيبوا كاع الحسابات اللي عندهم، ومن الأول يعني واحد المدة أنهم يحسبوا النعم ديال الله على الكون على الناس بالكون ما يقدش. بل القرآن الكريم وربنا قال: وإن تعدوا نعمة بالتاء تمتلقة، هذيك التاء ماشي مربوطة، نعمة غير نعمة واحدة. لو جاء العلماء كلهم باش يحصوا نعمة واحدة الفضائل ديال واحد النعمة ما يقدوش، فكيف يستطيعون أن يحصوا نعم الله؟ إذا كانت نعمة واحدة ما يقدوش يشوفوا الفضائل اللي فيها، فكيف يستطيعون أن يحصوا نعم الله؟ ونعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى. فلذلك الإمام رحمه الله يقول: إن لم تحسن ظنك بالله لأجل وصفه، إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، حسن ظنك به لأجل معاملته معك، فهل عوذك الله عز وجل إلا حسنا؟ عوذك بأن يعطيك الحسن، وهل أسدى إليك الله عز وجل إلا مننا؟ كل شيء من الله جميل، الله خلقك إنسان وأعطاك صورة جميلة، فعندما تنظر إلى نفسك وتشوف الحيوانات الأخرى يعني عندهم أشكال، ترى الحيوان عنده أربع رجلين وعنده ذنب ويأكل بفمه، وأنت أعطاك الله عز وجل قامة مستقيمة تمشي على رجلين وتأكل بيدك وتنام، والله عز وجل قال: لقد خلقنا الإنسان في ماذا؟ في أحسن تقويم. هل أنت ترى يعني المرأة الزجاجة هذه تشوف الوجه ديالك وتقول الحمد لله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وتشكر الله عز وجل على هذه النعمة بأن خلقك الله عز وجل إنسان ولم يخلقك حيوان، وجعل وكرمك الله عز وجل على جميع المخلوقات: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هل تشكر الله عز وجل ولا شيء تحو طبيعي؟ أبدا. فهل عوذك الله عز وجل إلا خيرا؟ عوذك بأن يعطيك خيرا، وعوذك الله عز وجل أسدى إليك إلا مننا، وهذا المنن بعد منا، قال الله عز وجل: قل لا تمنوا أعظم منا، هي منة الإسلام جعلك مسلما، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مسلمين. هذه منا أعظم منا اللي هي من الله عز وجل على الإنسان، هي منة الإسلام، وهذا راه ماشي جا بالقوة ديال الإنسان ولا بالذكاء ديالو ولا بالعلم ولا بالجهد، هذا من الله. كل ما بغاش الله عز وجل يبين لكش الطريق، قضاء قدر في الكروة ودير في هذا، كما كنشوفوا الناس عايشين في الضلال، واحد يعبد صنم، واحد ما عندوش دين، ولكن أنت جعلك الله مسلما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بماذا وصلت إلى هذا؟ بقوتك؟ بعلمك؟ أبدا، بقدرة الله. ربنا قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح
صدره لمن؟ للإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا حرجا أو حرجا كأنما يصعد في السماء حرجا. اللي بغى الله الخير كيشرح صدره للإسلام، واللي ما بغاش الله الخير يعني كيسد القلب ديالو وكيبقى داك القلب ديالو ضيق حرج كالإنسان الذي يصعد إلى السماء. كلما صعد أعلى أصبح الأكسجين قل، كلما صعد أعلى أصبح الأكسجين أقل، كيوصل لواحد الدرجة ما بقاش الأكسجين، خصو يكون عنده أكسجين اصطناعي. من الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان كلما صعد أعلى نقص التنفس عنده أصبح تنفس ضعيف؟ ففي الوقت اللي نزلت الآية هذه على سيدنا محمد يعني ما كانش الناس كيطلعوا في الطيارة، ما كانش صاروخ ولا كان حتى شي واحد طلع، كان غير الجبال فقط. ولكن اليوم لما يعني العلم اكتشف الطائرة والصاروخ إلى آخره يعني يطلعوا لفوق، يعني جاء القرآن الكريم كيوضح لهم هذه الآية معجزة اللي تكلم عليها الإسلام منذ 14 قرن. كلما صعد الإنسان أعلى كلما وجد يعني ضيق في التنفس، يعني يجعل الله عز وجل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. كلمة يصعد يعني يصعد شيئا فشيئا، يعني هذا بالتضعيف يصعد. يصعد معنى يصعد شيئا فشيئا، كلما صعد الإنسان شيئا شيئا فشيئا يجد ضيقا حتى لا يستطيع أن يتنفس. لما كانش عنده تنفس اصطناعي كالطائرات وغيرها لا يمكن أن يحيا يموت. من الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الله. هذه نعمة من الله. الذي لا يعيش في الإسلام والذي لا يعيش مسلما يكون مثله مثل الذي يصعد إلى الأعلى، عنده حرج ضيق، عنده مال وعنده صناعة وعنده تقدم في التكنولوجيا لكن عنده حرج في نفسه، لا يمكن أن يعيش مرتاحا أبدا. الذي عنده الإسلام الله شرح الله صدره وعاش مرتاحا سعيدا، وهذه سعادة أيها الأحباب جاءت من الإسلام. ولذلك احنا ربما احنا كمسلمين نعيش في هذه الرحمة في هذه السعادة لكن ما نشعروش بها، لكن غيرنا اللي احنا كنعيش معهم غير مسلمين ينظرون إلى هذه السعادة اللي يعيش فيها المسلم، يأكل ويشرب وينام ومرتاح وفقير ما عندوش، لكن عنده سعادة ما بعدها سعادة. هذه السعادة من جاء من جهة من جهته استمدها من الإسلام، استمدها من ماذا؟ من الدين. اللي كان معنا عيسى هنا، عيسى اللي كان فرسي اللي دخل في الإسلام، وقلنا لي شنو السبب اللي دخل في الإسلام؟ قال السبب اللي دخل في الإسلام هو أنني مشيت يمكن مشى للجزائر ولا المغرب، وجد ناس يعني يمكن مراكش، وجد ناس فقراء يعني عايشين غير قصدير، ولكن عندما يقول المؤذن الله أكبر غادي للصلاة يحط طعام يأكل ويشرب يمشي ينعس ينعس، فوجد هاد الناس بأنهم سعداء. هو عنده الفلوس وشمل هنا عنده الفلوس وعنده الكارت بلو والمسائل وكذا، لكن هذا السعادة اللي في هاد الناس ما عندهش هو. فكان يعتقد هذا الإنسان بأن السعادة في من؟ في الفلوس. فلما مشى لهذه الدول وشاف الناس فقراء لكنهم سعداء ومحبة بيناتهم وأخوة وسبحان الله مرتاحين ويضحكوا وما كاين شيء والعبادة وقت العبادة عبادة، فهو وجد بأن السعادة هذه كان الذي كان يعتقدها يعني في درهم، يعني ماشي في درهم. هذا الناس عندهم حاجة يعني هم فقراء لكن عندهم سعادة لما يعيشوش فيها الناس اللي هما عندهم المال. فجاء يعني دار دراسة ديالو صار يبحث حتى وجد بأن هذه السعادة اللي في هاد الناس مش المال اللي جابها، وإنما السعادة اللي عندهم وصولها بماذا؟ بالإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجعل الإنسان سعيد يعني في قلبه مرتاح مرتاح البال، يرضى بما قسم الله عز وجل له سواء كان هذا الشيء قليل أو كان كثير. ولذلك قال بعضهم يعني إن الفقراء لهم سعادة لو علم بها الملوك لجالدوهم عليها.
الملوك اللي كيعيشوا في القصور بالمأكولات والمشروبات إلى آخره، والحراسة ويعني والنساء إلى آخره، لو علم عن السعادة اللي فيها الفقراء والطمأنين لحاربوهم عليها، لكن لم يعلموا بها، كيظن بأن خلاص هذيك هي هذيك السعادة اللي فيها هي أحسن سعادة. فلذلك هذا الإسلام أيها الأحباب يجلب السعادة للإنسان، ومع الأسف أن هذه السعادة اللي نعيش فيها ما قدرناش نصدروها، ما قدرناش حنا كمسلمين اليوم نصدروها للناس الآخرين اللي كيعيشوا يعني في مشاكل، كيعيشوا في مشاكل، مشاكل ديال الانتحار وديال ديال القتل والعياذ بالله، عنده مال عنده كل شيء لكنه ينتحر. هذه السعادة يجب علينا كمسلمين أن نصدرها، أن نوصل هذه السعادة إلى الآخرين حتى يعيشوا سعداء، لأن إحنا علاش إحنا ماشي أنانيين نبغي الخير غير لنا فقط، إحنا نبغي الخير خير لنا ونبغي الخير غيرنا، نبغي ونعيشوا سعداء ونبغي الآخرين يعيشوا سعداء، نبغي ونعيشوا في هذه الرحمة ونبغي كذلك غيرنا يعيش في الرحمة. ولذلك قال الله لسيدنا محمد: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، إليكم جميعا، إليكم إلى الناس جميعا، كل شيء الناس يعيشون في سعادة الإسلام. ولذلك قال الله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح معنى القلب ذلك يكون مرتاح، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يعقلون. أمين. فلذلك العلماء أيها الأحباب قالوا لنا: من لم يستطع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا؟ ضعف الطالب والمطلوب. إذا كان الإنسان يستغيث بغير الله ويتوسل بغير الله ويعتقد في غير الله النفع والضر، هذا مشكل. ذاك الإنسان اللي يطلبه هو برسول غرق، والله عز وجل أعطانا آيات في القرآن كي يوضح لنا، قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب لما يقول الله عز وجل مثل، قالك ضرب ضربت لكم واحد مثل، وهذا المثل خصكم تردوا له البال. شنو هذا المثل يا رب؟ قال: إن الذين تدعون من دون الله، الذين تدعون من دون الله أي تعبدون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن هذا الذين تعبدونه من دون الله لن يخلقوا، ولن حرف نفي ونصب واستقبال، لن يخلقوا، لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له علماء الدنيا كلهم لو اجتمعوا قالوا يعني يجب أن نكون جامعة، وهذه الجامعة المهمة ديالها أننا نصنع ذبابة كالذباب الموجود، دبانة، نصنع دبانة كما هو كما هي مصنوعة، هل يستطيعون؟ ما يقدوش أبدا. ولو اجتمعوا له، وإن يقول الله عز وجل ماشي غير هذا، وإن يسلبهم الذباب شيئا، الذباب دبانة هذه لما تنزل الميكروب ديالها فوق الطعام، لو اجتمع علماء الدنيا كلهم باش يمكن يحيدوا ذاك الميكروب من الطعام يقدوش ابدا. ضعف الطالب وضعف المطلوب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اذا وضع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزحه، فإن في أحدي جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال الدبانة لما تطيح في الكاس ولا فوق الطعام ولا شيء، وأنت كنت محتاج لك الطعام، كنت محتاج ليه، لما محتاج يمكن تفرغه، لكن ربما أنت محتاج ليه. قال لي: لا كنت محتاج لك الطعام، هذيك الدبانة غمسها
غمسه وحيده ولحوم على ذلك كل طعام. لماذا؟ قال لأن الدبان عنده جناحين، واحد جناح فيه الداء واحد فيه الدواء. ربما لما طاح يعني في الطعام طاح بذلك الجناح اللي فيه الداء وانت حيته بسرعة وكلت، فينتقل إليك ذلك الميكروب فتصبح مريض وما يقدروش الأطباء يخلصوا ذلك المرض منك. ولكن لما يعني تخرسها وتحيدها ربما ذلك الجناح اللي فيه الدواء يغلب على جناح الداء، فحينما تأكل الطعام لا يمكن أن تصاب بشيء. من الذي علم الرسول هذا العلم؟ إنما قال الرسول هذا الحديث صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش لا الميكروسكوب ولا لابوراتوار ولا حتى شيء العلوم المتقدمة اليوم، لكن حينما جاء المسلم الطب ليتطور العلم وجابوا هذه الأحاديث التي قالها رسول الله، وهذه الآية التي قال الله عز وجل فيها وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ودرسوا الذبابة وجدوا بأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو حق فعلا. الذباب فيه جناح فيه الداء وفيه جناح فيه الدواء، فكان ما قاله رسول الله حقا، وهذا الشيء لا يمكن أن يصل إليه في ذلك الوقت إلا نبي، لأن هذا علم، والعلم ما كانش تطور، كان الجزيرة العربية الناس يعيشون في الصحراء ما عندهم لا علم ولا جامعات ولا مدارس ولا شيء، ناس أميين، لكن كان الرسول يتكلم بالعلم الذي حوصل له العلم اليوم. فإحنا أعطانا الله عز وجل هذا المثل، قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله تعبدونهم من دون الله، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، يعني ما يخلصوش، لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، وما قدر الله حق قدره. ما قدر الله، ما دام الإنسان يعبد غير الله وتوسل غير الله فهو ما قدر الله حق قدره، يرفع حاجته لغير الله، وعندما ترفع حاجتك لغير الله فهذاك الذي رفعت إليه حاجتك هو برأسه يعني غرق. فأنت عندما تقول يا سيدي فلان أعطيني وأعطيني ذو عويناتي وارزقني واشفيني وكذا، هذا مشكل، هذا نوع من الشرك. فعلمنا الإسلام أن لا نقول ذلك. لما ترفع يعني تكون عندك حاجة وترفعها للناس وتلزم بها الناس، هذا مشكل، الله عز وجل لا يغضب، الله يغضب عن ذلك، فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا؟ كيف يستطيع؟ فضعف الطالب والمطلوب. فلذلك العلماء رحمهم الله طلبوا منا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وخصوصا بالعقيدة، وخصوصا عند الاحتضار. حسن الظن بالله واجب في كل وقت وحين، لكن في بعض الحين يكون أوجب، يعني يكون وقت أوجب من وقت آخر. لما ينعس الإنسان على فراش الموت ويجيو الناس باش يقطروا ليه، قولوا لي يا فلان قل لا إله إلا الله، وفي هذه اللحظة هذه يجب عليه أن يكون ظنه حسنا بالله. أنا ظنه حسنا بالله، يعرف أن الله رحيم، تجاوز عن ذنوبه ومحى سيئاته ورفع درجاته وقبله في الجنة. أما لما الناس يقول لي قل لا إله إلا الله وتقول لهم ودي أنا ما عرفت الله يغفر لي ولا ما يغفرش، هذه مشكلة، هذا هو سوء الظن، وهذا هو الذي قال فيه رسول الله إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا معنى الحديث يا سيدنا رسول الله، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، خصوص في حالة الاحتضار. أنت تمشي يعني في حالة الاحتضار تحس براسك لما دخلت، احسن الظن بالله يا سيدنا ربنا، أنت تريد أن تقدم على رب رحيم غفور يمحي السيئات ويرفع الدرجات ويغفر الذنوب. أما لما أنت تبقى خايف ما عرفت الله غفر ولا ما غفرش، هذه مشكلة. هذا هو الذي حذرنا منه رسول الله، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وخصوصا في هذه الحالة هذه للاحتضار، لما أنك تخاف من ربك الخوف فيت وتبقى تجيبك الذنوب ديالك ديرها قدامك وتقول الله ما تغفرها ولا ما غفرهاش، وانت ركتبت ورجعت إلى الله، ولما رجعت إلى الله الله سبحانه وتعالى تجاوز عنك. هذا هو الأساس. فهذه الحالة هذه يجب أن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نترك الأسئلة السؤال الاثنين اللي قال الأخ إن شاء الله، بعد ذلك يكون الأذان إن شاء الله. تفضل الحج. النصاب، نصاب الزكاة هذا كل ما أنت ما حضرش معنا في الدرس. نعم، النصاب الزكاة كيبدأ ب 85 جرام للذهب أو ما يعادله، هذا رهين، يمكن هذا العام راك يوصل 2700 ولا 2800 يورو، لأن يعني الذهب اليوم غالي بزاف. ها راه هو هذا 2700 يورو ولا 2800 النصاب ديال الزكاة هذا العام وصل لهذا قدر، هذا 2700 دومي 900 هذا هو النصاب ديال الزكاة، لأن اليوم يعني الذهب غالي هذا العام، هذا غالي كثير. فملي يوصل لسر هذه الدرجة هذه كيوجب عليه الله عز وجل الزكاة، يخرج 2.5% كل ميلورو يخرج بها 25 كورو، هذا الكلام إن شاء الله. هيا لا 3500 بزاف، 2700 2800 وفي هذه الحالة هذه من الأحسن الإنسان يرجع للناس اللي كيبيعوا الذهب، مشي للمارشي تقول لهم ودي شحال يسوى الجرام وتضربها ب 85 جرام وكون النصاب ديال الزكاة هو هذاك. فهمت الحاج؟ سهلة القضية. مشي على مول الذهب تقول له شحال يسوى الجرام وتشوف 85 جرام، إلا قال لك مثلا 100 أورو ولا 120 ولا 130 تضربها ب 85 ولا داك الشيء اللي خرج لك هذاك هو النصاب ديال الزكاة في أي مكان اللي كنت في العالم. نعم. دب وضعت عندي ايه انا ما عنديش يعني الرقم تاع الذهب، معنى الذهب ديال المراه والمراه ما تستلاحها، وهذا الذهب درك اصبح ملك ديالك ياكل له، يعني ماشي ديال البنات ولا حاجه البنات هو عرضت عليهم ما يعرفوش. لا درك خصنا نكونوا واضحين، اذا كان هذا الذهب يعني ورثوا البنيات وصبح كي غادي يلبسوه فلا زكاه فيه، واذا اصبح البنيات ما بقاش عندهم وقال اصبح مال ديالك فيجب عليك أن تخرج فيه، غادي تحسب القدر اللي عندك وتحسبه مع المال وتخرج فيه حق الله سبحانه وتعالى. ما قالوا البنيات بأن هذا المال الذهب هو لنا إن شاء الله غادي نلبسوه فلا زكاة فيه. فهمت أخي؟ إن شاء الله الله يوفقنا جميعا، الله يحفظنا جميعا. تفضل الحج. الحمد لله، جزاكم الله خير. ها ولكن المشكل أن العلماء رحمه الله قالوا الزكاة هي حق العباد وليست حق الله، وما دام يعني الحق ديال العباد قالوا واش يمكن لنا نقدموها ولا نؤخروها، فإذا كان حق الله عز وجل لا يؤخرك الصلاة ولا يقدم، يعني الصلاة لما يوصل الوقت ديالها ما غادي يصليها قبل الوقت وما غاديش تؤخرها يعني بعد الوقت، فإذا كان حق الله إلى أخر كذلك حق العباد، هو حق العباد يكون أصعب لأن هذاك الإنسان غادي يحسبك أمام الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء قالوا يجوز للضرورة قبل ولا بعد للضرورة، ولكن بالشرط إذا كانت بعد فإنك توصي أهلك، ربما تموت، ربما يموت الإنسان وأنت ما خرج الزكاة والأولاد ما عندهمش علم، لما تجي تقول يا ودي بكرة ما خرج الزكاة يقول لك ودي واش أنا ما نعرف لا با ولا حتى شيء، فتصبح فعلى الأقل إذا غادي يخر الإنسان شهر بعد المدة بعد الحول معناه يقول الزوجة ديالو والأهل ديالو بأن راه عندي كذا في مالي من الزكاة، إذا جاب الله مت ولا حاجة فهذا حق للمساكين وبعد ذلك تقسموا الإرث. هذه مسألة ضرورية، إذا غادي نوخر شهر ولا شهر ونص الزكاة ما غاديش تخرجها من الوقت ديالها، تكون وصية لأولادي نعلمهم. آه.
هذا الذهب اللي كيكون عند المرأة طبعا لما تموت فكينتقل إلى الورثة، والورثة منهم الزوج ومنهم الأولاد. الزوج راه عنده نصيب فيه، والأولاد والبنيات عندهم نصيب فيه. اللهم إذا كانت المرأة مثلا دارت وصية الزوج ديالها ولا هبت عليه على الزوج ديالها في الحياة ديالها، هذا ماشي مشكلة يعني. ولكن لما أنها لم تترك وصية ولم تهب هذا الذهب لزوجها، فكل شيء تملكه المرأة ينتقل إلى الورثة كلهم بما فيه الزوج. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها ودين. الله أعلم. نعم. والاسم الزكاة العشور هو يعني الإمام، لا هي كلمة واحدة. الزكاة الزكاة معنى العشور معنى تخرج العشرة، يعني من العشور كيسميه العشور نعشر، نعشر بمعنى نخرج معنى واحد في العشرة. والزكاة مأخوذة من 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 الزكاة في اللغة هي النمو، يعني عندما تزكي مالك تطهره وتخرج منه المال اللي هو ماشي ديالك اللي هو حق الفقراء والمساكين، تطهره حتى ينمو ويكبر ويزيد ولا ينقص. واحد نعم هذا الكلام. لا 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 واحد إن شاء الله. الله يحفظنا جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.